دلوقتي هنروح مرة تانية لزميلتي جومانا ماهر وهتنقل لنا آخر كواليس وفعاليات المهرجان وإيه اللي منتظر بكرة إن شاء الله. جومانا برحب بيكي مرة تانية. أهلا بيكي ليلى مرة تانية. زي ما كنت بتكلم معاكي من شوية، الحقيقة إنه في حاجات كتير جدا وأحداث طول الوقت بتحصل وأكتيفيتيز طول الوقت موجودة. يمكن في البداية اتكلمنا مع بعض وكلمنا مع السادة المشاهدين على الأجندة أو إيه اللي هيحصل في الأسبوع الثالث من مهرجان العالمين، بس خليني أديكي بعض التفاصيل عن واحد من أهم الأحداث اللي هتحصل أو الأكتيفيتيز اللي هتحصل، وطبعا مباراة أساطير كرة القدم يا ليلى. خليني أقول لك بقى مين اللي هيكون موجود في المباراة دي. الحقيقة يمكن المباراة دي هي المباراة الأقوى، يعني بعد ما تابعنا مباراة الجيل الذهبي في النسخة اللي فاتت، النسخة الثانية فيها مباراة أقوى بكتير جدا. ليه بقى أقوى؟ لأن المباراة دي هتكون ما بين أساطير الكرة المصرية، بين منتخب أساطير الأهلي والزمالك بقيادة الكابتن وليد صلاح الدين مدير فني والكابتن حسن المستكاوي مشرف عام، وبين منتخب أساطير الأندية المصرية بقيادة الكابتن سامي الشيشيني مدير فني والأستاذ فتحي سند مشرف عام. المباراة هتكون تحت شعار لا للتعصب، طبعا تحت قيادة كمان تحكيمية للكابتن سمير محمود عثمان، والفائز هيتوج بكأس العالمين. خليني أقول لك بقى مين اللي موجود في منتخب أساطير الأهلي والزمالك. هيكون فيه حازم إمام، عماد متعب، أحمد حسام ميدو، أحمد حسن، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجات، وجمال حمزة، هشام حنفي، وخالد الغندور. أما منتخب أساطير الأندية المصرية هيكون فيه حسني عبد ربه، عبد الستار صبري، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح، أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، وعمر الحلواني. يعني لو اتكلمنا بس على الأسماء اللي احنا سمعناها يا ليلى، مباراة قوية جدا جدا جدا، أسماء بجد الناس بتحب تسمعها ودايما بتفكرها بوقت زي ما نقول كده جولدن إيرا للكرة المصرية، اسماء مشتاقين ان احنا نشوفها، ونشوفها مش بس في التلفزيون، لا احنا بنشوفها في مباراه في مكان قريب جدا مننا، نقدر ان احنا نسلم عليهم، نقدر ان احنا ناخد معاهم صور، نقدر حتى ان احنا نستعيد كمان ذكريات حلوه قوي معاهم، لانه بيفكرونا بوقت حلو جدا، وقت كلنا بنحبه ووقت كلنا بنحن ليه يا ليلى. زي ما كنا بنتكلم يا ليلى، الحقيقه انه مهرجان العالمين هو مش مهرجان فني فقط، هو مهرجان فني ثقافي رياضي ترفيهي سياحي. مهرجان بيضم 300 فعالية، ده رقم ضخم قوي. يعني لو هنتكلم على فعاليات للأطفال يكفيني بس لو اديتك مثال كمثال مهرجان نبتة يا ليلى. لو هتكلم على المهرجان المتعلق أو العروض المتعلقة بالفن والخلينا نقول الفنون التراثية والشعبية اللي احنا بنحبها، فالمسرح الروماني وزارة الثقافة أيمين بدور هايل طبعا بالاتفاق وبالتنسيق مع إدارة المهرجان. لو هنتكلم عن الفعاليات الرياضية، البادل والبيتش سوكر، كرة القدم الشاطئية والبيتش فولي بول موجودة، كرة السلة، الرالي، الباراموتر، كل الحاجات دي موجودة. لو احنا بنتكلم بس على الفعاليات الرياضية، طبعا هنتكلم على الاكتيفيتيز او الالعاب حتى اللي موجودة هنا، في اكتيفيتيز وانشطة زي البين بول. لو هنتكلم على ابو الفنون المسرح، فبالفعل احنا تابعنا عرض مسرحية فيلم رومانسي كانت اتعرضت خلال الاسبوع الثاني من مهرجان العالمين، واحنا بانتظار كمان مسرحية اخرى، مسرحية الشهرة للمبدع المخرج خالد جلال. هي مسرحية كوميدية استعراضية موسيقية، يعني حقيقة يمكن المسرحية دي حتى لو احنا بنتكلم على توقعاتنا ليها، طبعا هتعرض من 1 لـ 3 أغسطس، لا احنا عندنا اكسبكتيشنز عالية جدا عن المسرحية دي، وفي عروض مسرحية تانية موجودة. طب هنتكلم عن الحفلات الغنائية، أكبر نجوم في الوطن العربي موجودين يا ليلى على مسرح اليو أرينا، بيقدموا يمكن أجمل وأروع ما قدموه طول فترة عملهم الفني. فاحنا بنتكلم انه كل الفنانين دول والرياضيين دول ان هم يكونوا في مكان واحد ويجمعوا ان هم يكونوا في مكان واحد، وفي منهم نجوم موجودين كانوا موجودين على مدار النسخة الأولى والنسخة الثانية، ده بيعكس قد إيه المهرجان بجد قوي وقد إيه المهرجان كبير وقد إيه في توافد ووجود كبير جدا، إن كان من المصريين أو من العرب أو حتى السائحين يا ليلى. يمكن إحنا اتكلمنا على فنون ومسرح، واتكلمنا على حفلات غنائية، واتكلمنا على مسرح، واتكلمنا على رياضة، واتكلمنا كمان عن فعاليات متعلقة بالأطفال. طب اللي عايز يجي يتمشى ويستمتع بجو حلو وأولاده يركبوا العجل يتمشوا في أمان، فبرضه مش هيلاقي أحلى من ممشى العالمين. هنتكلم على طيب
البيتش الموجود او الشاطئ المجاني الموجود. طبعا المهدم من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ايضا هو موجود، والحقيقه بيقدم خدمه على اعلى باعلى جوده. جمانة اعتقد انه مفيش حاجه فوتناها، مفيش حقيقة جمالة. هو زي ما انتي قلتي أنشطة كتير جدا وتوليفة من كل الحاجات اللي ممكن تشد أي حد إن هو يروح للعالمين الجديدة يستمتع بجوها ويستمتع بكل الحاجات اللي قلتيها، سواء كانت ثقافية أو رياضية أو كمان فنية، والأنشطة اللي موجودة الحقيقة بتناسب جميع الأعمار وجميع المتطلبات. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلتي جمانة ماهر، نقلت لنا الكواليس المختلفة، وأكيد متابعين معاكي دايما كل اللي بيحصل في العالمين الجديدة والمهرجان لحظة بلحظة.